يا كابتن. ايوه الربيعي السبب في الاهداف اللي دخلت في الهلال؟ صلى على النبي. إن اولا انا وانت وجمهور الهلال واداره نادي الهلال وجيسوس المدير الفني واللاعبين عارفين ان محمد الربيعي حارس مرمى نادي الهلال مش هو الحارس الاول ولا هو الحارس الثاني، بل هو الحارس الثالث، البديل الثالث الاحتياطي اللي انا استند عليه في مرحله ما، يعني مش في حساباتك خالص. عندك ياسين بونو هو حارس المرمى الاولاني طبعا، وقيمه ياسين بونو احنا عارفينها بشكل كبير جدا. عندك محمد العويس ومحمد الربيعي هو الحارس المرمى الثالث اللي انا ممكن احتاجه العبه مثلا في مباراه كاس قدام فريق ضعيف، العبه فريق مثلا في المرحله المتاخره في الدوري، لكن انا بلعبه قدام العين الاماراتي. جيسوس عارف خطيره سفيان رحيم، لعب بشكل غلط بتنظيم غلط، الشكل الدفاعي مسؤول بشكل كبير، لان احنا عارفين ان الربيعي مش هو الحارس المرمى الاساسي. وانا يعني من اول كوره راحت للربيعي وجت جون واتحسبت اوفسايد وهي اوفسايد صحيح، معروفه ان انا لازم اتراجع، ان انا الشوط الثاني يا عم جيسوس العب بشكل دفاعي منظم افضل من الشوط الاولاني. عندي روبن نيفيز مصاب، اللعيبه في لعيبه مش في حالتها في المباراه دي. اللعيبه اقول لك حاجه، انا شفت ان سالم الدوسري ومالكم وبعض لعيبه النادي الهلال حست ان جيسوس نفسه كمدير فني ما كانش في يومه، فاللعيبه دي لعبت بخبرتها وشالت المباراه، لان جيسوس كانت تغييراته وتفكيره في المباراه كان سيء جدا. اللعيبه دي مثلا زي سالم الدوسري وعبقريه سالم الدوسري، انا اقول لك ايه، انا لما اتكلمت على الجون بتاع سالم الدوسري وقلت لك ان سالم الدوسري حط جون من جمله جماعيه فرديه. يعني ايه جماعيه فرديه؟ سالم الدوسري مهارته الفرديه رايح بالكوره والشغل الجماعي شغال حواليه. يعني انت عندك الواد لودي ده كان نجم من نجوم لودي، عمل مباراه كبيره جدا واشتغل على خبرته لودي اللي كنا بنعترض عليه في فتره من الفترات بشكل كبير جدا. لودي راح صاحب معاه مدافع ولا اثنين من لاعيبه نادي العين الاماراتي، وموتروفيتش نفس الحكايه، ومالكم النجم الخطير راح نلاقي نفس الموضوع ده في جنبها اليمين او الجناح اليمين. سالم الدوسري راح مخرم الكوره بدل ما يدخل على الجناح الشمال بتاعه، راح جاي كاسر بيها على وسط الملعب، وكل ده بيوسع لان الشكل الجماعي اللي حواليه بيشتغل من لعيبه نادي الهلال، خلت اللعيبه بتاعه العين الاماراتي مشتته، مش مع سالم الدوسري. سالم الدوسري هيدي الكره لمين؟ هما بيفكروا هيغمزها لمتروفيتش، هيديها للودي، هيديها لمالكوم، هيبظيها لكانسيلو. كل دي افكار في دفاع نادي العين الاماراتي، وسالم الدوسري راح مفاجئ الكل بالمهاره الفرديه بقى، الشغل الفردي الرائع جدا بجون عالمي من افضل الاهداف اللي شفناها في تاريخ كره القدم كله. هدف يتحط من افضل الاهداف في تاريخ كره القدم بتاع سالم الدوسري، هدف حكايه. هو جاب ثلاث اهداف بس الهدف ده يدرس، الشكل الفردي الجماعي، شكل فردي جماعي. تاني حاجه، يعني انا مش عاوز الناس تتحامل على الربيعي. الربيعي يا جماعه انت عارف كويس قوي ان هو مش الحارس الاساسي ولا الحارس الثاني، وجيب في مفاجاه وبيلعب قدام العين الاماراتي، العين الاماراتي فريق تقيل ومش سهل، وسفيان رحيمي الطريقه اللي لعب بها جيسوس مش كويسه، وده تنبيه طبعا. واقول لك حاجه، رب ضاره نافعه، انت بتقول النهارده دخل في الهلال اربع اهداف، وانا بقالي فتره بقول لك ان خط دفاع نادي الهلال وعلي البليهي وكولوبالي مش هم بتوع السنه اللي فاتت، مش هم الموسم اللي فات، وما ينفعش تدخل بالشكل الدفاعي ده كاس العالم للانديه. فدي ممكن تكون صحوه، نقطه ايجابيه ان انت تاخد بالك وتعمل التغييرات بتاعتك. لكن عشان اقول الربيعي هو السبب ولا المتسبب، يا جماعه نكون منصفين، ده حارس مرمى حتى يعني ما لعبش خمس ست مباريات سبع مباريات ان هو يدخل في حماسه المباريات، لا، ده فوجئ نفسه ان هو بيلعب مباراه قبل العين الاماراتي وبعدين راح يلعب العين الاماراتي، مفاجات كده لسه ما تقدرش تحكم عليه مره واحده. فانا ابو برأ محمد الربيع من الموضوع ده. في اخطاء بس المباراه تقيله، المباراه تقيله، وجيسوس كان حقيقته يكتل الشكل الدفاعي بشكل اكتر من كده، خاصه الشوط الثاني، ما انت خلصان 3-1 الشوط الاولاني. بس ده وجهه نظري. عندك اسئله تاني؟ تمام. السلام عليكم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.